السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم باتل فيد 1. بس قبل لا نبدا يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك، من اللايك وخلونا نبدا اللعبة اللي طلبتوها مني كثير. قلت فايز العب باتل فيد، فايز العب باتل فيد، قلت اوكي واي نوت. طيب العاصفة الفولاذ، عاصفة فولاذ بزوغ الفجر اللعنة. اوكي انا ما اكيد لعبت باتل فيد ولا اعرف انا اي شيء، علشان كذا قلت ببدا معكم ونلعبها مع بعض. اوكي في قصة؟ اكيد في قصة. يب في قصة، خلونا نشوف القصة. اللعبة اتوقع انها مدبلجة عربي، بعد مترجمة ومدبلجة عربي. اوكي يعتبر من مصابين الحرب. اوكي اوكي هذا شخصيتنا اتوقع اللي نلعب فيها. اتوقع تحرك لا تموت. والله واضح وجه حاقد، يعني الأحداث وقعت من أكثر من 100 عام. أوكي قاتل أكثر من 60 مليون جندي في الحرب التي كتبت نهاية جميع الحروب. أوكي وانتهت بلا طائل. أوكي ومع ذلك تغيرت ملامح العالم إلى الأبد. بالتالي هو جندي خط الجبهة، ليس من المتوقع أن تنجو. أوكي يعني حنا نلعب بجندي. أوكي نحن محاصرون، يجب أوكي. أن نحافظ على هذا الخط. الصوت كأنه مرتفع شوي، لكن خلونا نلعب. خليني أوطي بالصوت. طيب خلنا نشوف الصوت، خل نقص شوي، نخليه 80 والموسيقى برضو 80. كذا صح. اوكي اتوقع زين الصوت كذا. شلون نجري؟ كذا نجري. ليش ابقى مكان؟ لا تخاف لا تخاف فايز. جاك فايز ترك مرة نوب. نجري أخيرا. اوكي موقعي بسكون هنا، موقعي ان شاء الله ما اموت. فايزت مرة غشيم ترى. في سلاح معي ثاني. اوه مسدس. يب افضل مسدس. يا ود والله حرب، يا ود والله حرب. معي قرنيت شيء، اتوقع اني حذفته عندي. يب بدل بسلاح. باخذ سلاح هذا شلون؟ اوكي اتوقع افضل. يب افضل. اوكي اوكي في قنبله في قنبله. شلون يمديني؟ لا ما يمديني اسوي زي هذا. فايز جالس اتفرج بالحرب، ناس تضارب. اوكي بموت، اوكي بموت بموت. عب عب سلاح بسرعة. احمني. مات. مت يا حيوان مت. الحين احنا وشو؟ اوكي قنبلة. اقول حنا وشو؟ اوكي لا هذا قوي معليش. يعني حنا اي دولة؟ والله ما ادري اي دولة، لكن حنا بحرب.
وبعدين تسأل. احترقت احترقت احترقت. لا 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 لا. هج. اوكي. انسحاب تكتيكي انسحاب تكتيكي. انت معنى اي معنى لا. اوكي اوكي. في واحد بد يحرق وهذا هو الحيوان. موت. اوكي. انا راح اموت. ما ادري حدث شيء. والله اندعسنا وقرنا. اوكي انا بموت انا بموت. احتاج مكان اتخبى فيه. اوكي خليك هنا يا اخي مره صعبه. طيب جئنا من جميع انحاء العالم وقد ظن الكثيرون منا أن هذه الحرب ستكون بمثابة طقوس العبور الخاصة بنا ومغامرتنا الكبرى. اسمحوا لي أن أخبركم لم تكن بمغامرة. أتوقع لازم نموت. أشد سرعة. والله ما ادري خوياي مو خوياي لكن اوكي 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 اوكي. لا مو وقته. اوكي انتبهوا انتوا للنوافذ. انا مشغول. انتبه للنوافذ. انت قاعد نقول تقادم النوافذ. يا اخي معي شات قال ابو كلب. عطني عطني سلاح. يا اخي شغلت انت والنوافذ. غير سلاحي ما اقدر. عطني عطني عطني. يسدح يا ابو. اوكي هيلثي 20 بموت. اوكي هذا مع نار. هذا مشكلة. تحرك سرعة. بموت بموت. اوف كورس كلود بيها كلود ذبحت هون. آلات حرب جديدة كالدبابة غيرت مسار الحرب بين عشية وضحاها. ولحسن الحظ كان معظمها لصالحنا. معظمها بيعطوني الدبابة الحين. اوه ماي جاد. ياه تعرض رجالنا في الكنيسة للهزيمة. يجب علينا ان نقتحم. حرك حرك. المشاة يعتمدون علينا. يا اخي بدري طلعوا لنا الدبابات. كم شخص مات؟ عليك الحين نمسحهم. بس وينهم؟ اخر اخر هذا قوي اللي عليه ازرق يعني. هم طيرون هناك بالاعلى. انتبه لما يحدث على الارض يا بني. طيب اعطونا طياره. انهم يتحركون من الخنادق. اوكي ندفع الرشاش. تبديل السلاح. لقد جعلناهم يهربون. استمروا. امش. طيب لا توقف. اوكي اوكي وضعنا تمام. سنطارد الالمان طوال الطريق حتى برلين. اوه اوكي احنا يعني ضد الالمان. طيب احنا وشو؟ اوكي ما اشوف شيء لكن وين وين؟ طيب وين المدفع اللعين؟ أوكي. إننا نتقدم لكنني لا أرى شيئا.
هذا هو المدفع. ازهل ها. بعد ثانية. طيب طيب انا مركز. امشوا امشوا ما عليكم. يا اخي بطيء انت امشي بسرعة. هذول اشوف على رجله يسبقونا. اعوذ بالله. اوف تفجرت هذه. يمكن خويك يا غبي يتحرك تطلق النار عليه. فايز هذا انت. اوكي اوكي اوكي. هذا بعد ما طلع يا رحمة. بدلا من المغامرة وجدنا الخوف. الخوف وكان المعادل الحقيقي الوحيد في الحرب. اعوذ بالله. هو الموت. لكن اوه في دخان اصفر ما لا. اوه كيماوي اوكي. اتوقع كيماوي فايزة تذبح خوياك. تقدم 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 انا معك تقدم. وين تشوفون احد؟ وفي قنبلة اخرى قر. ابى اصير قدامه عشان اموت اولهم. اوكي فيليب مات بسرعة. اعطونا واحد بداله. اوكي هذا ما يموت حيوان. اوكي هذا ما يموت. غش مت خيرا. اوكي تعال تعال بتموت بتموت بتموت. اوكي باقي احد؟ والله باقي زحمة لكن ربيتك مت. اوكي هذا اللي ما يموت جاء ابو نار. اوكي رودولوف برضو مات. عطونا واحد بداله. اكيد 60 مليون شخص راح يعطون بداله. اوكي هذا مات اخيرا. اوه ماي جاد يا حرام. اوكي قصف. هذا قصف ما يمدينا لا مدفعيه ولا. اوكي ما مات. او هذا شخص ثاني اعطونا. اوه يهجمون. فنهجم فنهجم بين الحين والاخر. نهاجم بقوه حتى يخترق الضوء السحب فيبدو لنا عالمنا من ورائه. يا حول بقوا مغرويه. وهو العدو. يا اخي تتبعون بعض ليش؟ الحرب هي العالم والعالم هو الحرب. الا انه خلف كل مهداف يوجد انسان. نحن اولئك الناس. نحن المتعبون ونحن السذج. نحن الابرياء والمذنبون. نحن محققو الاساطير. اوه هذه عنا عربي. اوكي نحن فرسان السماء واشباح الصحراء وفئران الوحل. حلوة فئران الوحل. هذه هي قصصنا. اوكي ختمنا اللعبة. هاي ستوب ديت. يعني كذا نختار المراحل. اوكي احنا خلصنا هذه صح؟ طيب شلون ادري اني خلصتها؟ ما ادري اتوقع اني خلصتها. طيب يا شباب هنا بنهي الحلقه. اذا عجبتكم اللعبه وتبون نكمل ونختمها مع بعض
لا تنسون اللايك والاشتراك واكتبوا فايز كم من اللعبة، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.